مرحبا، اليوم رح نعمل مع بعض كريم كراميل. اول شي رح احط هوني كوب سكر، رح احط معه نقطه مي بهي الطريقه بس عشان مع بعض يتماسك يدوب مي. رح احركه شوي ليتماسك مع المي واتركه بعدين على مهله ليصير احمر ويدوب مي. تمام، هلا لحط كوبين حليب بهي الطريقه، بس بدي اياهم يسخنوا، ما بدي اياهم يغلوا. تمام، هذا واحد وهذا اثنين، بدي اياهم يصيروا دافيين. هون رح استخدم حبتين بيض مع الصفار تبعهم البياض كامل، هي واحد وهي اثنين. هلا هون رح استخدم بس صفار البيض، ما بدي البيض. تمام، رح افصله بهي الطريقه، ما بدي البياض انا، شكله كيف، وبحط الصفار معه. برجع بعمل هاي بفصل، يعني حاستخدم بيضتين كاملين وبيضتين حاستخدم بس الصفار تبعهم. تمام، وحطهم هون. هون رح احط البيض، رح افتح ظرفين الفانيليا، ورح احط كوب السكر، ورح نخلطهم مع بعض ليصير الخليط متجانس. وهيك السكر صار عندي جاهز، شفت لونه شو حلو، فيك تغمقيه مثل ما بتحبي، انا بحبه اسود، ممكن تخليه انتي بيج ذهبي، يعني اول ما يمسك بعد ما دف الحليب رح نحطه فوق البيض شوي شوي ونحرك. تمام، برجع بضيف وبحرك، بعدين بضيف الكمية كلها. رح نصب السكر هلا هون، هلا رح نحرك السكر عدير من دار الجات. شفتوا كيف السكر عمل طبقه؟ هذا اللي بدنا اياه. هلا حنجيب هلا رح نفضي الخليط جواتها عشان اذا كان عندنا كبتين ما تطلع مع هالخليط. تمام، هلا بنشيل هذا، رح نحطه هلا بالجات هيدا، رح نحط هون مي سخنة، حطي مي سخنة، رح ندخله الفرن لمدة ساعة، ساعة وربع تقريبا. تمام، هلا رح نغطيه بخصير وندخله الفرن. هيك طلعنا من الفرن، بنفتحه وبنهز شوي بس تشوفيه جامد هيك، بنعرف انه اوكي انطبق وصار جاهز. رح نحطه على البراد ونحطه شي 4 ساعات، وإذا خليته لبكرة بيكون أحسن كمان. وهيك بعد ما طلعناه من البراد رح نقلبه هلا، بس قبل رح نعمله بالسكين من هون عشان نسحسحه شوي. تمام، وهيك بعد ما طبيته رح نرفع هلا شوي شوي، بيطلع معنا بهي الطريقة. ويعطيكم العافية على المتابعة، وما تنسوني من الشير واللايك. إذا عجبكم الفيديو ما تنسوا الاشتراك، بتدقوا الجرس، تعملوا لايك، وشكرا لكم.